النقطة الثالثة أو النقطة اللي مرتبطة بالتواجد ده هو موضوع الرياضة اللي الدكتور طارق اتكلم فيه، وأنا كنت اتكلمت فيه قبل كده وقلت لكم خلي بالكم، أنا لو عقل هائل والجسم مش قوي في هيبقى ده مش نقطة ضعف، نقطة ضعف، لأن احنا عايزين نستفيد والإنسان يستفيد بقدراته لأكبر وقت ممكن. ده ما ينفعش إن يبقى عندي يعني إنسان درجاته العلمية متميزة جدا جدا واللياقة الطبية أو الصحية أو البدنية أقل من كده، وده بالتالي نقطة برضو احنا بنحطها إن ولادنا موجودين في البيت لمدة يومين أو ثلاثة ده عبء إضافي على النقطة دي يا دكتور طارق، ولازم احنا كأسر مسؤوليتنا تجاه أبنائنا. موضوع الرياضة ده موضوع مهم، وكنت أتمنى إن احنا نبقى حاطين من ضمن معرفش ده كان موجود ولا لأ في المنهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف، ممكن قوي يعني الولد والبنت يشغلوه على الحاسب وعلى الكمبيوتر يعني ويعملوه ويلعبوا مع ويبقى فيها شوية يعني حاجة تشجع على الموضوع دوت عشان يلعبوا، يمكن الأسر كمان تعمل تستفيد من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع مراحل الحياة وخاصة في الفترة بناء الجسم ده أمر في منتهى الأهمية ناخده. يتبقى جزء أخير هقوله فيما يخص المعلمين، أنا كنت قلت وبقولت دايما إن المعلم والطبيب دول بيقوموا بأهم وأقدس مهمة هي الإنسان. المعلم بيصيغ ويعلم ولادنا وبناتنا، والصحة بيقوم بعملية الحماية لهذه الصحة عشان تستمر.